العيش ومش لاقي ياكل ولا اشرب، وحتى زكاة المال اللي عملوها خدوا الزكاة مننا ما عدناش لاقيين لقمة ناكلوها بمشاشها، ورافعة قضية على جوزي قضية طلاق عشان ما بيصرفش علينا ومرينا نقلبه من جابه في واحدة تانية. عندك عيال؟ ايوه عندي عيال. كم واحد؟ معايا اتنين، وكل ما اروح اقابل اي واحد من المسؤولين ولا المحافظ ولا اي حد الناس كلها تبص لي زي ما اكون حشره ضاره في المجتمع. حرام عليكم تقوا لنا في الغلابه. شوفوا الغلابه فهموا دوروا عليهم اعملوا اللي هم عايزين، وامنعوا زكاه المال دي، امنعوا البتاع شباب الخير اللي عاملينه ده يتحط زكاني. ما عدناش لاقيين ناكل ولا نشرب، عمالين ياخدوا الزكا ويفرقوا على بعض وسابوني. ما عادش حد بيصرف علينا ولا حد بياكلني. ده ماشي رايح السوق لعيالي الاقي بطاطسايه مرميه بعيد، بطاطسايه مفعصه باخدها اروح اطبخها لعيالي، طماطمايه مفعصه بمشي في الاسواق الم طماطم والم حاجات كده واتغرف لعيالي. ما رحتيش للمحافظ ليه حاجة؟ علشان ايه؟ علشان اكل عيال واشرب ربه. ما رحتيش للمحافظ ليه؟ اروح للمحافظ فين؟ اكن حشره ضاره بالنسبه للناس كلها، الكل عايز يتخلص مني. حرام عليكم تستنوا فيه، حرام عليكم. انت ولا انا عايزه شقه وعايزه معاش عيش مني.